من الأشخاص الذين يعتقدون أن البشر لم يصلوا للقمر والكثير من الأسرار حول القمر وحتى الحجارة التي جلبت من الفضاء التي تبلغ قيمتها 21 مليون دولار لكل قطعة منها. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة قوي عقلك. هيا بنا معا نتعرف على 9 مقاطع فيديو سرية تخفيها وكالة ناسا عن الشعوب، لكن في البداية اشتركوا معنا بالقناة واضغطوا على زر الإعجاب. نبدأ مع الكائنات الفضائية التي شاهدها العديد من رواد الفضاء وتوجد حولهم الكثير من الحكايات القصصية. شاهد رواد الفضاء الذين غامروا خارج الغلاف الجوي للأرض العديد من الأجسام الغريبة على مدار الكوكب في الفضاء. طلبت ناسا منهم حجب تلك المعلومات، وهذا ما حدث، حيث تنص العقود مع رواد الفضاء بالاهتمام بسرية كل شيء والاحتفاظ بالمعلومات، حيث لا يمكنهم حمل أجهزتهم المحمولة للإبقاء على سرية المعلومات لأقصى درجة وتجنب الكاميرات أو أي ملحقات يمكن أن تسجل شيئاً. أحد رواد الفضاء في ناسا يدعى جوردن كوبر هو من كشف بوضوح ما تخبئه ناسا لسنوات طويلة، وحتى قطع البث المباشر للأقمار الصناعية لوجود كائنات غريبة في الفضاء. ودائماً وكالة ناسا تحاول الادعاء بأن هذه الانقطاعات بسبب التيار الكهربائي، وهذا بالتأكيد محاولة للتستر لإخفاء الحقائق حول الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة. وعلى الرغم من هذا، فيوجد تسريب لبعض الصور لرائد الفضاء أنتوني كولابر بيت، والذي صرح أن تلك الصور مثيرة للاهتمام ويكشف عن قاعدة أو هيكل شبيه بالمبنى على سطح القمر. هذه الصور التقطت عام 2009، وأيضا في عام 1947 كان هناك صور غريبة للغاية نشرت في صحف محلية. تلك الصور أظهرت أدلة قوية لوجود كائنات غريبة مجهولة الهوية. في وقت لاحق حاولت الحكومة الأمريكية ووكالة ناسا الحفاظ على أسرار الحقائق خارج الكوكب ومحو تلك الأدلة، حتى وإن بدت حقيقية حول الحياة خارج كوكب الأرض. ماذا لو كانت نخبة لا يمكن لأحد السيطرة عليها؟ وحتى موظف ناسا جون أهل الذي عمل في الفترة بين عامي 1967 و1981 الذي اكتشف خلال أيام من عمله حول عمليات التستر وإخفاء الحقائق، حيث عثر على صورة في معمل التصوير وكانت صورة لكوكبنا من الخارج مع جسم غامض بدا وأنه في الفضاء، وأفاد أن تلك الصور يتم إزالتها دائما من جميع أدلة وجود كائنات فضائية للاحتفاظ بالأمر برمته، ويتم إجراء عمليات تخريبية سرية لهذه الصور والتعديل فيها ببعض البرامج حتى تبدو حقيقية ولا شك فيها. وبالتأكيد تم كشف هذا الأمر حول أعمال الكمبيوتر لتزييفها، وهذا أمر بسيط جدا. تم التقاط مقطع فيديو عن طريق مصور تابع للجيش الأمريكي من قاعدة السلاح الجوي للجيش، وأفاد أنه كان يتفقد مشروع ناسا للمركبة القمرية، وأن وكالة ناسا اكتشفت بعض القواعد والهياكل على الجزء الخلفي، وأيضا ظهرت صور من الأقمار الصناعية والتي بالفعل أظهرت بعض الهياكل غريبة الشكل. برنامج كوست لكوست على الراديو الأمريكي كل يوم هو برنامج توعية للمواطنين ومعرفة أسباب الأجسام الطائرة خارج كوكب الأرض ودور الحكومة الأمريكية ووكالة ناسا في التستر وتغطية الحقائق. وبالفعل توجد قصص مزعجة للغاية حول هذا الشكل الغريب، وأيضا توجد بعض القنوات على الإنترنت قد وثقت دعوات وحالات حول هذا الموضوع. ففي عام 2017 جورج لورل مقدم أحد البرامج أكد أنهم سيتحدثون عن وجود حياة غريبة خارج هذا الكوكب، ربما على القمر أو المريخ، لكن ليس مثل أوقات كولومبوس عندما جاءت شعوب مختلفة لاستعباد الشعوب الأفريقية والسكان الأصليين. الحياة في الفضاء وراءها أسرار كثيرة، وبصرف النظر عن أن الفاتيكان يعرف كل تلك الأسرار. كانت المركبة الفضائية في روزويل في المكسيك تؤكد أيضاً على فكرة التستر وإخفاء بعض الأسرار، وأفيد أن الطائرة تحطمت في هذا الموقع عام 1947 بسبب جسم غامض. وفي وقت لاحق تم تغطية كل هذه المعلومات، وبعد ذلك وردت أنباء من الأرصاد الجوية عن سقوط شيء ما، وهذا السر تم الاحتفاظ به حتى يومنا هذا بعد أن اكتشف محققون بقايا مواد من موقع الحادث ليست من الأرض، وتم إخفاء هذا الأمر لعدم إذعار المواطنين، وقام المسؤولون بإلقاء الخطب الرسمية والتي لم تكن خطيرة للغاية حتى لا تكون هناك أزمة إذا اكتشف الأمر برمته. وبهذه الأشياء والبيانات فربما نحن نعيش جنبا إلى جنب مع تلك الأجسام الغريبة، والدليل قد يكون واضحا بغض النظر عن محاولات ناسا لإنكار هذا. وهذا يجعلنا نتساءل ماذا يخفون أكثر، حتى إن هناك بحيرة مخيفة على سطح المريخ وقد اكتشفها العلماء بالقرب من نهر جليدي، وتعتبر أول كتلة من المياه مستقرة على المريخ، ويعتقد أن هذه المياه تمتد لحوالي 12 ميلا، وهذا أمر رائع للغاية، قد تكون فرصة علمية لغزو هذا الكوكب في أي وقت واستعمار كل شيء هناك.
التجارب. الفكرة تجارب مشهورة ومتعارف عليها والتي قد توضح الاقتراحات الأقرب للحقائق، وهذا ما طرحه الفيزيائي إنريكو فيرمي الذي اقترح أن الحجم الهائل للكون ومليارات النجوم المشابهة للشمس تجعل من المحتمل للغاية وجود حياة ذكية وحضارات خارج كوكبنا. لكن يوضح فيرمي أنه يوجد نقص في الدلائل على وجود حياة في المجرات أو الكواكب الأخرى. حتى ما نملكه من دلائل لوجود فضائيين ليس كافياً لإرباك العلماء الذين أنكروا تلك الحقائق لعقود. وبالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يعتقدون أن ناسا لم تصل للقمر، وبذلك لأنهم ببساطة اعترفوا أنه لا توجد تسجيلات أصلية عن وصولهم للقمر وقد تم عمل تحقيق ضدهم، وأخيرا وبعد سنين أعلنت الصحف أنهم قد فعلوا ذلك بالفعل، لكن لا يتم الحديث عن تلك الأمور حتى يومنا هذا، وأظهرت فقط بعض الصور المصغرة لتثبت أن الإنسان قد وصل للقمر بالفعل. مشاهدي قناة قوي عقلك، ها قد انتهينا من مقطع اليوم. اشتركوا معنا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات لتصلكم مقاطعنا المقبلة. نراكم في مقطع مقبل. إلى اللقاء.